نشتغل كتيم وليس أيه. فقط كأفراد أيه. ما بيهمني أني أنجح أنا كفرد، بيهمني أنا والناس المحيطين فيني أنجح. طيب نيروز، أنت كأخصائية عندما تأتي شركة غربية مثلا تريد أن تعمل في مجتمع مثل دبي متعدد الجنسيات، أهم النصائح التي تواجه لهم؟ الوعي الثقافي، الوعي على أنه اختلافنا نحن كمجموعة موجودة في الشرق الأوسط، لسنا شرق أوسطيين فقط ولكن بخلفيات مختلفة.